كتب لي اكثر ان القناه دخلت الانتاج السينمائي هذه تفرحنا اكثر. اكيد حنا محتاجين، حنا محتاجين لي بروديكتور وصحاب لو زوتو برود، لان كنقول انا ملي غنلقى مثلا بحال السيد ريس الشحتان دار فيلم، فدعم ديال شي انتاج يتبنى لنا بصالة سينما. نعم. ولا يتبنى به شي حاجه اللي مهمه، فهمتي؟ اكيد. وما ناخذوش مزيان انني يخرجوا لنا هاد الناس ونشجعوهم، وكنقول لكم سيروا للفيلم تفرجوا الوليدات قنبله الموسم. وهذوك انا عمري ما درت اشاره شي فيلم، فهذوك الوليدات كنعتبرهم خوتي، وكنعتبر راسي العراب ديال ديك الفرقه، ولكن يستحق هذاك الفيلم اننا نديروا له الاشاره ونقول للناس سيروا تفرجوا. شوفي اي فيلم مغربي كيستحق اننا نديروا الاشاره. أكيد. ونقول لك واحد القضيه، انا يمكن من 2012 13 نسبه المشاهده القويه هو الفيلم المغربي، وهذا الشيء انا بحكم قريب شويه لهذا الشيء كنعرف هذه الخبيرات، تصور ان الناس باغين يشوفوا افلام مغربيه. اكيد. وانت كتشوفي حتى الفيلم تبارك الله، فيلم الاخوان تبارك الله حقق واحد النجاح باهر، وتنحمسوا حتى المنتجين مثلا اللي كيضلوا غير يبنيو لينا ويديروا لنا بداك الحيوط والجرادي بلا جرده يدخلوا، راه حتى الانتاج السينمائي راه فيه فلوس. اكيد. وكتشجعوا صاحبي ناس ومحتاجين القاعات السينمائيه مثلا هاد اللي ما بلي كتطلع، وكنلقاو فيها واحد الجريده صغيره، واحد المسجد نديروا انتصار بحال فرنسا. أكيد. واحد صاله صغيره ونرجعوا لثقافه السينما. دابا حنا ما بغيناش واحد النهار اختي فاطمه يسولني ولدك شنو هي السينما، حيت ما غتبقاش هو اللي كيخلعني اشنو هي السينما، خدنا ندخل لجوجل ونقول لها هي السينمات. ولكن الحمد لله ان فيلم الاخوان رجع للسينما البريق ديالها والاوج ديالها، وخصوصا بعد انقطاع اللي دام لمده سنتين كورونا. المغاربه جاوا بقوه، انا عمرني ما شفت بصراحه ان ذاك الجري وديك الفرحه وديال الناس وباغا تفرج في الاخوان. الناس كان دار واحد الضجه الفيلم مسيء للاسلام، قايد الناس فهموا فيها الفيلم. ولكن الحمد لله من بعد ما تفرجوا المغاربه عرفوا ان ذاك الفيلم ما يمكنش ان يديروا منتج مغربي شاب اللي هو مدير ديال قناه مغربيه، اكبر قناه مغربيه الكترونيه، ويسيء به الاسلام. لا مستحيل. لا ما يمكنش، لا ما يمكنش. وبيني وبينك اللي كنقول للجمهور المغربي يحضر الفيلم ويتفرج فيه. نعم. واي فيلم مغربي يتفرج فيه، لان بهاد الناس هما كيشجعوا الفن ديالنا. كنشجعوا الفن المغربي والانتاج المغربي. حد ما تصوري معايا، واحد الوقت ما كناش كنقدروا نناقشوا السينما حتى في القهوه، لان ملي كنناقشوا قدام الانسان البراني كنجيو غراب. نعم. حيت الناس ما كانوش مهتمين. دابا تقدري تدوي في افلام، تكريتيكي في افلام، ناقش مع فيلم، كلشي ولا كينتقد كيعرف شنو. ما بقاتش كي كنخدم، فكنقول يا ربي يكونوا لي صالة سينما باش كلشي يشتغل ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله عليك، ونهار كبير هذا اللي معنا سي عزيز، وغناخذوا كلمه من عند سي تيباري على